يخدم بالك ما علاش ماشي على ماشي خير يروح الى مدريد ولا برشلونه حاجه مليحه النيفو تاعو يطلع ان شاء الله ونتمنوا له كل خير ان شاء الله. بون انا رايي يا اونطونك الجيريان صافي غران بليزير يا اخو باسكو جور الجزائري معاك شايف تما شغل كاين سنتيمون وحاجه الدوزيام سي كي يستاهل يا اخو باسكو جوار راك شايف باسكو شغل لعب ومد دونا بليز ديالو باش تما شغل ماشي دارها هكاك برك تاع ولا زعما شغل خيروه ولا هو اللي فوالا اكزاكتومون. بون شوف دوك مدام هذا محرز الله يبارك دا وكاين بزاف لي ميور جوار ما داوش راك شايف تما عرف باللي هذا راه جوار تكنيسيان وكلش راك شايف انا ما دا انا سيبورتي مدريد يا اخو تما انا ما دابيا يروح لمدريد هكا تما شغل الجيريا في مدريد حاجه خشينه وسورتو محرز صافي بليزير يا اخو يسهلها الكارير اللي داو مع لي ساك تشوف منين جا تشوف ناسيونال دو ماكسيم قبلوش تشوف الخدمه اللي خدمها بريمون يستاهلها باسكو خدم خدمه كبيره وشرف دارابو انجيريا كانت عنده لا فولونتي كثر منهم خدم 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 و يسهل تما واحد اللي يخدم هنا الاخرى هذه انا بو لي مومون مادا بيا يريح في ليس ليس يزيد يخدم باسكو كون كلوب صعيب تروح كون كلوب صعيب شويه كي كي بليس غادي تقدر بالك يزيد يولي ماكثر خير ما خير ان شاء الله. بون الى بيان جوي والحمد لله هكذا تبين باللي لي جوار الجيريان وين يروحوا ينجحوا. اوكي ان جوار الجيريان لهيه شوف المستوى وهنا هي نورمالمون على حسب واش قال علي بن شيخ عده مرات ونوافقوا في الراي انه اللاعب الجزائري علاش ينجح لهيك؟ علاش هنا في الجزائر ما ينجحش؟ هذا هو السؤال يبقى مطروح. اوكي وبارك الله فيه ويستاهلها مثل الجزائر اولا مثل الكره العربيه ثانيا وبارك الله فيه. انا فير وشارب لي انه واحد كيما هذاك يعني يمثل الجزائر بارك الله فيه. والله نظن على حسب واش راني نتبع انايا وانا من محبي قناه الهداف وراني نتبعها مليح مليح خاصه 100% فوت مع خونا رضوان وشيخنا علي بن شيخ والكوتش مناد بارك الله فيهم يعطيهم الصحه. هاني نشوف باللي زيدان راه عقابه الله اعلم زيدان راه يديه راه عقابه وانا ثاني نتبع فيه باللي راه راح يديه. يستاهل 100% يا اخو يستاهل 100% باسكو علاش سي ان جوار تكنيك رابيد افيك ان فيزيك اللي هو ما في لو جو اونغلي وي لا كوراج ان جوار الجيريان واللي شرف البلاد و سي اون فيرتي بور الجيري افيك توت لا بانوبلي دي جوار اللي يلعبوا في انجلترا والجيريا يدي لك ان تروفي باري مي سي فريمون اكسترا اوردينار. انا بالنسبه لي انايا يقعد في انجلترا ما يروح لا لاسبانيا لا لبيي وحد اخر يقعد في انجلترا مي افيك اون ايكيب سي تادير ماشي دان نيفو ولا كاين ان نيفو لي مويا كوم مانشستر سيتي كوم مان يونايتد سي سا انا لي زيكيب اللي نشوفهم هو المحرز با دوت ريكيب اللي يخدم ينجح هذا جا من تحتها وخدم خدم 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 ونجح كيما حنا عندنا ليكزومبل تاع بونجاح تاع بالقلوي تاع بوكو دي جواب لي سليماني اللي جاو من تحتها ونجحوا جابوهم من تحتها نجحوا راه يزيد حنا نتمناو لي جواب تاعنا اللي خرجوا من الجزائر يديروا كيما هو ان شاء الله ويلحقوا الله يزيد ويكونوا دي بروفيسيونيل ويربحوا ان شاء الله. بيان سور سان فيرتي سالون لينا سي ان كالكان اللي هو الحق مارجا داو ماشي كيما مارجا مي بصح ولا تقدر تقول قريب كيما مارجا كيف كيما ما جاز تا في افريكا في مي الجيريان في مي عرب يا خو نقول لك حاجه يعطيه الصحه وشوف ريال مدريد ولا برشلونه وانا جا كان ياخذ كان زعما مدى بيا يزيد عام في ليستر يستاهل يكون يستاهل خاصه موسم رائع واستثنائي بالك الريال ولا برشا يقدر زعما يلعب مكانه اساسيه نورمال كاع هايل يعجبني سي ان بون جوار هي جوار ونفتخروا به ان شاء الله في برشلونه ان شاء الله الله يحفظك بيان ايفيدامون il a fait une saison extraordinaire il finit meilleur passeur du championnat il mérite tout simplement l'argent appelle l'argent Paris Saint-Germain ils vont s'aligner il va jouer au Paris Saint-Germain si Paris Saint-Germain veut de Riyad Mahrez il ira c'est tout énormément très très fier j'espère qu'il fera la fierté du peuple algérien avec l'équipe nationale et qu'ils essaieront de gagner au moins quelque chose cette année Riyad Mahrez يستاهل هذه الجائزة لا خاطرش دار مشوار كبير
بين لي زوروبيان لي زونغلي بلي هو غرون جوار ما لو كان يستحقرو به فرنسا راك تعرف خاطش ان بو راسيزم في فرنسا مي في الانجليز خرج كاع امكانيات ديالو بين كلش والحمد لله يستاهلها فرح لي زالجيريان فرح لي زارب جامي داها واحد افريكان واحد عربي الله هو البرومي اللي داها دونك الحمد لله وشرفنا وجاسبر من الاول الفوق يزيد ماشي شغل مشي هذا العام يحبس جاسبر من الاول الفوق العام الجاي والعام الجاي كيروح ان كرون كلوب زعما نقولوا ارسنال مانشستر يونايتد هكذا جاسبر يشرفنا سيرتو في الشامبيونز ليغ ان شاء الله ارسنال جو بونس تاعو ارسنال خير بيان سور يريح في الانجليز خاطش الانجليز الشامبيونه تاع الانجليز هي مكراسيا لا بروميير في الدنيا في العالم في لو موند اي جاسبر انا يبقى في الانجليز بيان سور يستاهلها باش ينافس على هذه الجائزه ماشي حاجه سهله بسك قدم مجهودات كبيره باش نال هذه الجائزه وكاين لاعبين بزاف يستهلوا هذه الجائزه وباش تكون تمير جوار في بريمير ليغ ماشي حاجه سهله بسك كاين هناك الاندفاع البدني لازم تقدم مجهودات كبيره وجباره باش توصل لهذا الهدف قدم هذا المستوى اللي خلاه شغل خلاه يروح ليها من دون اي ضغط لانه عليه هو قام بالمستوى اللي كان مطالب به وما كانش ينتظر هو يجب عليه يفوز بها لانه كان يقدم في مردود كره قدم فقط وصل فعلا وفاز والحمد لله وحنا جد سعداء وشرفنا وشرف العرب وشرف الجزائر وخصوصا والله الحمد لله انه قدم نوع من الاضافه للكره الجزائريه خلينا نشوفوا يروح بعيد وربما انديه كبيره ستنادي لهذا اللاعب على غرار البارسا وارسنال او ليفربول او اي نادي عريق في القاره الاوروبيه وان شاء الله يكون في المستوى مون بوين دو فيست باسكو لعب مليح لعب مع ليستر سيتي وقيلا كانت محطوطة مع لافار ليستر سيتي ودركا هي ديفلوبات ولات هي بارمي لا بروم تقدر على هنا هو صح البارسا وريال هادو ما يدوش بزاف من تاعنا تاع الجيري وتاع لي زافري كل شيء مي هو بروميرمون ماهوش عايش هنايا ودونك ان شاء الله يقدر على هنا ويلعب مليح ان شاء الله ويكون كيما رونالدينو القديم وكيما دركا الاخر جماعة جديد تاع برشلونة بروميرمون راه جوار في ليكيب ناسيونال تاعنا تا جوار كي لوكيب ناسيونال يلعب مع البارسا صاف بليزير هذه شو لافونتاج مليحه لينا حنا لوكيب ناسيونال هكذا مليحه بزاف قادر حتى نطلعوا نزيدوا في لوردر كيما نقولوا تاع التصنيف كاليفيكاسيون انترناسيونال تاع ليكيب دو فوتبول رياض محرز سان بون جوار كيشرف الجزائر في المحافل الدوليه يستلقوا الخير رياض محرز بون هو راه مكلاسي برومي باش ان شاء الله يتوجوا بالبطوله الانجليزيه وزاد فاز البارح بالاحسن لاعب في المباراه اون بليس دو سا هو احسن لاعب في البطوله الانجليزيه هو لاعب اللي يشرف الجزائر ويستلك الخير ان شاء الله امون افي كمل في ليستر خير احسن له لو كان يروح لبرشلونه راه ميبريزيون لي جوار لي زالجيريا راه ميبريزيون بارتو باغ اكزومبل فيغو سي ليكزومبل ولا بالفوديل وين كان في اوج العطاء تاعو راح للانتر بريزاوه كما نقولوا حنا بريزيون لي جوار امون افي يبقى في ليستر خير اشريو ابنونا خطاط ابنونا دي فورماسيون شوفوا ولادنا ورا بيروحوا